مشاهدينا الكرام، اسعد الله اوقاتكم بكل خير، نحييكم ولكم اجمل تحيه من بطوله سمو سيدي ولي العهد الشيخ مشعل احمد الجابر الصباح حفظه الله ورعاه، ودام لنا ذخر وعزه لهذا الوطن القالي على القلوب بدعم سموه اللامحدود لجميع رياضات دوله الكويت، اليوم خاصه لبطوله الرمايه السنويه تحت رعايه سموه الكريم. نسال الله له الصحه والعافيه طول العمر يا رب، وكذلك ايضا بدور المشاركه والاهتمام ايضا من جميع اخواني مجلس اداره نادي الرمايه، وكذلك ايضا اهتمامه حقيقه مثل هذه البطولات التي دائما تجمع الابطال سواء كان من دوله الكويت ومن خارج دوله الكويت. وارحب بزميلتي ريم الابراهيم، يسعد مساك. يسعد مساك زميلي متعب، واكيد احنا نمسي بالخير على الجماهير الرياضيه اللي تابعنا من خلال المحطه الرياضيه، ونقول حياكم الله معانا في هالتغطيه المباشره، احنا معاكم يوميا، ومسابقه الرمايه مسابقه مهمه وبطوله مهمه واكيد غاليه على قلوبنا ككويتيين ولكل محبين رياضه الرمايه. شفنا يمكن بالامس كانت المنافسه نسائيه بامتياز، وكان هناك يمكن مراكز ذهبيه واول وثاني وثالث، وسعيدين جدا بصراحه في بناتنا اللي حتى مثل ما عرفنا ان كان في هناك اسماء جديده اضيفت هالسنه، وهذا شيء وايد حلو، الاضافات موجوده مستمره. اليوم احنا ايضا راح نغطي ان شاء الله الكثير من نقول هذه الفعاليات الجميله واللي موجوده، والابطال ما شاء الله مستمرين في السباقات في الميدان موجودين يا رب ذا تعالى. وكذلك ايضا مثل ما قلت العنصر النسائي امس ما شاء الله تبارك الرحمن متواجدين ايضا في بطولتهم، وكذلك ايضا في منافستهم الجميله الممتعه ما بين النساء، وكذلك ايضا دور المشاركة حقيقة مهم سواء كان من العنصر الرجالي والنساء أيضا في منافستهم في الرماية، وكذلك أيضا من هذه البطولات التي تعني ذات الأهمية في دولة الكويت في مشاركاتهم المحلية والخارجية في جميع بطولات المحلية وكذلك أيضا البطولات الخارجية. لكن اليوم حقيقة سعدنا في مثل هذه المشاركة، وكذلك أيضا لليوم أيضا الثالث على التوالي، وكذلك أيضا من المنافسات القوية لجميع أخواني المشاركين. بسم الله ما شاء الله عدد كبير ما شاء الله تبارك الرحمن في هذه البطولة، وكذلك أيضا اللي تتقسم حقيقة من البندقية شوزل، وكذلك أيضا من البندقية الهوائية، وكذلك أيضا من المسدسات الهوائية، وكذلك هناك أيضا عدة جهات مختلفة نشاهدها من المنظمين وكذلك اللجان الفنية التي تعمل على قدم وساق. نعم، ومثل ما نشوف يمكن اللي ينزل الميدان ومن خلال تغطيتنا أيضا وكاميراتنا ما شاء الله يعني خلية نحل متكافئة ومتواصلة داخل الميدان، نشوف الناس اللي ترتب والأكيد الحكام الموجودين واللاعبين، وحتى في يمكن بعض الناس يمكن معاهم أهلهم للتشجيع وشيء، فهذا شيء وايد حلو أنه يكون هناك متابعة مستمرة لمثل هذه يمكن الرياضة الحلوة والجميلة والمهمة في الكويت، ودائما احنا سباقين في مجال الرماية، فاحنا اليوم أكيد بنغطي هذه الأشياء الحلوة وبنشوف عاد من اللي راح يتصدر هالسنة ومنه فعلا يعني طور من نفسه وحاول انه ياخذ نقدر نقول سكور اعلى، خاصه يمكن اللاعبين يمكن منهم امس يقول لك جزء من الثانيه وايد يفرق، ويمكن الاطباق تفرق وكثير من الامور. امس الجو يمكن كان غيم، اليوم اعتقد الجو افضل واحلى بعد بالنسبه للرمايه، فبنشوف ان شاء الله اليوم التفوق مع اللاعبين. ما شاء الله تبارك الرحمن الاجواء جدا مميزه اخت ريم، وكذلك ايضا البطوله للامانه من افضل البطولات اليوم في بداية هذا الموسم الموفق، وكذلك أيضا لتنافس جميع إخواني المتسابقين، وكذلك أيضا ما بين مشاركاتهم اليوم في تشجيع، ومثل ما ذكرت أخت ريم أيضا هناك تشجيع أيضا ما بين عوائلهم أصدقائهم في المدرجات، وكذلك أيضا ندعو الجمهور أيضا في الحضور ومتابعتهم لمثل هذه البطولات، وكذلك أيضا الانخراط أيضا مع اللاعبين في متابعتهم وحرصهم للمشاركة مثل هذه البطولات. ريم اليوم ما شاء الله نتكلم عن لجان التنظيم، لجان التنظيم للأمانة ما قصروا، أبدعوا حقيقة في تنظيمهم، أبدعوا أيضا في التزام اللاعبين وكذلك أيضا من الرماة في مشاركتهم في مثل هذه البطولة. للأمانة اللجان هي النقطة المهمة للنجاح لمثل هذه البطولات. نعم، وخاصة متعب مثل ما عرفنا بالأمس أن العدد كبير، يمكن المشاركين هالسنة 400 رامي ورامية، وهذا عدد كبير يعتبر على مثل هذه البطولة المهمة. يمكن الكثير قالوا أن حتى في البطولات الخارجية ممكن يوصل عدد إلى 300، بس لما تكون أنت عندك 400 رامي ورامية ولاعبين وتحتاج فعلا مثل ما ذكرت حكام دقيقين ولجان مهمة أن تكون موجودة وتعطيك النتيجة أول بأول والمقارنات، فهذا شيء وايد مهم، وأيضا إضافة لهالبطولة أن العدد اليوم نقدر نقول كبير جدا، وهذا يدل أن فعلا البيئة الكويتية بيئة صحية فيها رماة وفيها متفوقين وفيها ناس نفتخر فيهم دائما ما شاء الله. يعني مثل ما ذكرتي الحكام في بعض الرماة يعني يرمي الأطباق بس ما يحسب حق نفسه ولا يحسب
حق غيره. نعم. لكن الحكام الموجودين ما شاء الله يعرفون كم طبق ضيعه وكم طبق ايضا نقدر نقول صاده او رماه، لكن ما شاء الله تبارك الرحمن في دقه مهمه في لجان التحكيم، وكذلك في التصفيات المهمه من سيحرز المركز الاول، وكذلك ايضا من الخمسه الاوائل او العشره الاوائل، فهذه شيء عندهم نقدر نقول للجان التحكيم. لكن بالفعل لجان التحكيم ايضا غير عن لجان المنظمه، وكذلك ايضا هناك الاداريين، وهناك ايضا من يقدمون حقيقه تسهيل لمثل هذه البطوله المهمه. بطوله الرمايه يعني اكثر ايام او عدد الايام من البطولات، وهي بطوله سمو سيد الامير عسى ربي يطول بعمره الصحه والعافيه، تقريبا 11 يوم في شهر فبراير ان شاء الله. وكذلك ايضا بطوله سمو سيدي ولي العهد 4 أيام إلى 5 أيام. يعني ما شاء الله تبارك الرحمن الرماية عدد أبطالها ورماتها أيضا عدد كبير في المئات. نعم، ومثل ما قلنا تحتاج لتنسيق، لأن احنا عندنا فترة صباحية وفترة مسائية، يمكن شفنا أمس الأخوان استمروا يمكن لتسع بالليل، فهذا أيضا شيء وايد مهم ومسؤولية كبيرة مثل ما ذكرت في تنظيم وتنسيق الأوقات والمنافسات، وشلون يمكن كل لاعب متى يعرف دوره ومتى يدخل ومتى يستلم النتيجة، وإذا كان له هناك تكملة في اليوم التالي في سباق آخر، فهذا شيء وايد مهم. ونشكر جميع من نظم هذه البطولة بترتيب وسلاسة، وأكيد الأريحية للاعب في النهاية أنه يستفيد من هذه البطولة ويطلع يمكن بأكثر نقدر نقول سكورات أو أكثر أرقام وأعلى أهداف يحصل عليها من خلال هذه البطولة. نعم بالفعل مشاهدينا الكرام، كما نتابع أيضا معاكم هذه البطولة، وكذلك أيضا من هذه الأجواء اللي نشوفها طبعا وياكم اليوم، وكذلك أيضا من بطولة الرماية. مشاهدينا الكرام خلكم ويانا. حياكم الله مشاهدينا الكرام، مثل ما شفنا وياكم ايضا هذه البطوله، وكذلك ايضا الحديث الودي ما بين زميلتي ايضا ريم الابراهيم، وكذلك ايضا مع جميع ايضا هذه المشاركه والمسابقه اللي نشوفها طبعا لبطوله سمو سيد ولي العهد الشيخ مشعل احمد الجابر الصباح، نسال الله الله طولة العمر والصحه والعافيه يا رب. طبعا معاي احد الرماة وكذلك لجولاته وصولاته ايضا في السابق، وكذلك ايضا في مشاركته ايضا معنا اليوم في الاستديو مشفي المطيري. حياك الله طال عمرك. الله يحييك سعد مبارك، الله يسلمك. يسلم عمرك اليوم، ونقول قواكم الله يعطيكم العافيه. الله يقويك ونتشرف فيكم مره ثانيه. يسلم عمرك. مشفي المطيري ايضا بطوله الناشئين، وكذلك ايضا بطوله الكبار وما بين الصغار، وايضا نتائجها ما يدور حولها حقيقه يوم امس. طبعا كان امس كان في منافسات النساء، كانت في لعبه سكيت وايضا في لعبه تراب. الحمد لله يعني جرت المنافسات على يعني على يومين، وأوفيشال تريننج كان قبلها بيوم، والحمد لله خلصوا أمس. نتائج مبشرة، الرامية إيمان الشماع 118، هذا رقم يعتبر ما شاء الله يعني ما شاء الله من 125، هذا رقم يعني يأهلها إلى أنها تكون تشارك في بطولات العالم، رقم جيد، وإن شاء الله نتأمل إن شاء الله أكثر في المنافسة، إن شاء الله راح تكون هنا بطولة آسيوية، راح تكون بالكويت إن شاء الله بشهر واحد. ما شاء الله.
هذا طبعا البطوله في الكويت. نعم راح تكون هنا بطوله اسيويه المؤهله للاولمبياد باريس. مش في كم عدد الفائزين؟ طبعا احنا عندنا في السكيت 3 فائزين وايضا في التراب 3 فائزين من العنصر النسائي. ما شاء الله. طبعا في اللي لاحظناه في البطوله الامس دخول احدى الناشئات الصغار ما شاء الله. يعني بوتيره سريعه يعني احنا ما توقعنا منها ان تكون يعني في ان تكون في المركز الثاني على اي نعم الفئه العمريه على قولتك. اي نعم الحمد لله يعني قدرت انها تحصل على ميداليه في ما شاء الله. التراب وتغلبت على يعني لاعبه من المنتخب الاول. هذه مو انها هي دخلت الفاينل المرتبه الاخيره لكن بالفاينل يعني صعدت الى المرتبه الثاني ما شاء الله. لكن مستوى مبشر. راح نكثف عليها التدريب. اللجنه الفنيه رات انه يكون لها تدريب خاص مع المدرب الاول الفريق ميركو تشينشي المدرب الايطالي المنتخب الاول وايضا يعني لقت اهتمام كبير من يعني الاعضاء اللجنه الفنيه. ان شاء الله باذن الله راح يكون يعني مستقبل لهذه الناشئه ان شاء الله مستقبل متقدم يا رب تعالى. لكن مش في كم عمر الناشئه في طفرتها ما شاء الله في السرعة؟ والله احنا نستقبل من 14 سنه بس ممكن العمر ما يكون هو اللي يتحدد ممكن 14 سنه وما نقبل يعني تكون القوه الجسمانيه تكون يعني بدانه وكذلك ايضا يعني هذا يكون فيها يعني راي فني نعم. من المدرب وايضا من المشرف وعلى شطاره الرامي او الراميه نفسها ينفع نفسها طبعا. انا اذكر كان في يعني مستقبل الماضي القريب كان في راميه عندنا دخلناها عمرها تقريبا 13 سنه يعني قبل لا تكمل 14 سنه ما شاء الله. لانها البنيه الجسمانيه كانت يعني كبيره. نعم كبيره ما شاء الله نعم. وكذلك ايضا يعني يسمح ما بين حتى لو كان ناشئ يطلع الى الفئه المتوسطه والمتقدمه. احنا في البطوله الاسيويه دخلنا البطوله الاسيويه اللي كانت في كوريا دخلنا لاعب ناشئ اللي هو ناصر بدر ناصر العدواني هو كان من مدرسه الرمايه وصعد الى الناشئين ودخلناه في البطوله الاسيويه المؤهله للاولمبياد. الحمد لله يعني مستوى مبشر له. هو تخلف في الجوله الاولى لكن عوض في الجولات يعني داخل البطوله. احنا ما كنا بيني وبينك يعني النادي ما كان يعني يحاول انه يجرب اللاعب في بطوله مهمه واحنا جربناه ويعني هو قد المسؤوليه. ما شاء الله تبارك الرحمن عسى ربي يوفقهم ان شاء الله. لكن ايش اللي لاحظتوه من يعني الرماة الجدد؟ هل هناك شفتم شيء مميز؟ والله شوف نادينا يعني الحمد لله هذا شيء يعني نعمه من الله ان نادينا والكويت تزخر في لاعبين مميزين يعني تحاول قدر المستطاع ان اللاعبين هذول تعطيهم اكثر اهتمام ليكون هم الصف الثاني والاول في الفريق. مستوى الحمد لله الكويتيين يعني موهوبين في الرمايه ما شاء الله وهذا شيء يعني الحمد لله يدعم مجلس الرمايه ويدعم اللجنه الفنيه انهم يعني يكونون يعني على مستوى عالي جدا من الرمايه ما شاء الله تبارك الرحمن. وكذلك ايضا جميع اللجان الفنيه للامانه نشكرهم ودائما حقيقه اللجان الفنيه شيء مهم. دور اللجنه المهمه ايضا في ترتيبات وايضا تقسيم ما بين جميع اللجان في هذه الصالات او المواقع الميادين. يمكن الاخت المذيعه اللي قبل شوي تكلمت عن التواقيت ما شاء الله تواقيت صحيح. يعني بالدقيقه لازم يكون اللاعب متواجد في الميدان ويعني سلاسه الترتيب هذا اللي يجعل البطوله تسير على نفس التخطيط اللي خططونه اللجنه الفنيه وايضا تخطيط مجلس الاداره انها تكون هذه بطوله يعني على مستوى عالي من التحكيم ومستوى عالي من الاداء الفني وهذا شيء يعني الحمد لله نادي الرمايه وبعضها من جد مهتمين في هذا الموضوع. مش في بعض الاخوان يتساءل كم طبق لكل شخص؟ بالذات الشوزن. نعم الكل لعبه 125 طبق 125 ويتاهل بعدين الى النهائي وراح يكون 25 طبق وبعدين ايضا في نهائي يستمر لين خروج يعني لين يكون هناك ثلاث لاعبين في المركز الاول والثاني والثالث.
وهذه يعني دائما على الثلاث الاوائل. نعم كل بطوله طبعا هو استمراري، تمشي البطوله من 125 بعدين نتأهل ست رومات الى الفاينل، وست رومات اللي يرمون 25 وبعدها يطلع الرقم 6 وايضا يستمرون خمسه اطباق ويطلع رقم 5 وايضا كذلك لين نوصل الى الاول والثاني وراح يرمون على 10 اطباق وراح يتبين منه الاول والثاني. نعم مش فيلم طيري، السلاح الموجود كله طبعا من النادي. طبعا الاسلحه اغلبها من النادي، وايضا في لاعبين يعني يحاولون يعني يطورون من نفسهم ويشترون من برا، يعني اللاعب يعني مفتوح للمجال دام هناك يعني انظمه تطبق في النادي، وايضا النادي يتبع الانظمه الحكوميه من تراخيص، وايضا يعني لازم يكون الترخيص باسمه، وقبل لا يدخل النادي يكون هناك ترخيص نطلع على الترخيص ويرمي بالنادي، فقط انه يكون بحوزه الرامي، دام الرامي النادي فارز له بندقيه او معطيه بندقيه، البندقيه راح ترجع الى المستودع، اما البندقيه اللي تكون ملك لله يكون الرامي ياخذها معاه، ما راح نستلمها منه لان هي فقط له. نعم عهده عليه. نعم لكن احنا نطلع على الترخيص ونكون عارفين في تدقيق. اي نعم تدقيق جدا، هنا عندنا نادي الرمايه بالتدقيق يعني حريصين جدا على تطبيق القانون. نعم بالفعل الشكر موصول لك اخوي مشفي ايضا المطيري على جهودك الطيبه والمخلصه حقيقه باداره الفنيه ايضا لمثل هذه البطولات الجميله الممتعه، وكذلك ايضا مع جميع اخواني والزملاء لمجلس اداره نادي الرمايه. مشاهدينا الكرام خلكم معنا الى الميدان. أسعد الله مساءكم، كما تشاهدون الآن يتم نقل نهائيات بطولة كأس سمو ولي العهد الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح حفظه الله ورعاه السنوية الكبرى الرابعة للرماية المقامة في مجمع ميادين الشيخ صباح الأحمد الأولوبي عبر تلفزيون دولة الكويت. ننقل لكم نهائيات مسابقة بندقية ثلاثة أوضاع 50 متر رجال. كما تلاحظون في لحظات تبدأ المسابقة النهائيات 50 متر ثلاثة أوضاع رجال. دخول الرومات المشاركين في النهائيات. يتم الاستعداد لبدء البطولة.
كبداية تصفير لمدة 5 دقائق، وضعية المرتكز كما تلاحظون مشاركين طبعا 8 رمات من مختلف الجهات الحكومية. تضم كل من الرمات عبد الله الحربي من وزارة الدفاع، وماجد الظفيري من رمات النادي، وسعود سبيعي من رمات النادي، وعلي المطيري من وزارة الداخلية، ومشرف نزال من رمات النادي، خالد عبد السلام، من رمات الحرس الوطني، تركي الشمري من وزارة الدفاع، ومبدر المطيري من النادي. بدأ الوقت للسايتينج مدته 5 دقائق، من خلالها يتم تصفير السلاح. الآن صار يتم شرح قواعد الفاينل للرماة. بداية يتم التصوير على الأسلحة، ويتم أخذ وضعية المرتكز
يتم رماية 15 طلقة لمدة 3 دقائق و20 ثانية. كما تشاهدون الآن يتم نقل نهائيات بطولة كأس سمو ولي العهد الشيخ مشعل الأحمد لجابر الصباح حفظ الله ورعاه الثانوية الكبرى الرابعة للرماية المقامة في مجمع ميادين الشيخ صباح الأحمد الأولمبي عبر تلفزيون دولة الكويت. نهايات مسابقة بندقية 3 أوضاع 50 متر رجال. بداية طبعا رماية المرتكز ويليها الرقود ثم الوقوف. هذا طاقم تحكيم كامل. يتم تقديم الرماة. Take your position. All finalists will shoot now 3 series of 5 shots in the leading position, followed by 3 series of 5 shots in the prone position, 2 series of 5 shots and 5 single shots in the standing position. Eliminations of the lowest standing finalists begin after the 40th shot. So after the 2 series in the standing position, 2 finalists are eliminated. And continue after every single shot until the bronze medal after 44 shots and silver and gold medals after 45 shots are decided. For the first competition series, load. يتم شرح قواعد الفاينل من قبل CRO لتذكير الرماة بعد انتهاء من السايتنج 5 دقائق من رماية وضعية المرتكز 15 طلقة الزمن 3 دقائق و20 ثانية. عبدالله الحربي من أحد رماة وزارة الدفاع.
كما تلاحظون يتم نقلنا إياها مسافة بندقية 53 متر رجال. خالد عبد السلام من رماة الحرس الوطني. هذه الأرقام أولية. المجموعة الثانية 5 طلقات، الزمن 3 دقائق و20 ثانية. طبعا بطولة سمو العهد تتميز أنها تضم جميع الجهات التقنية للمشاركة فيها. مثل وزارة الدفاع، الداخلية والمدنيين، مفتوح المجال جميع الهيئات للمشاركة. هذه المجموعة الثانية وضعيته مرتكز 5 طلقات، الزمن 3 دقائق و20 ثانية. طبعا مسابقة البندقية 3 أوضاع 50 متر، يعني رماية مو سهلة، تحتاج إلى يعني تحمل بدني. قوة تحمل. سلام.
After the next five shot series, the finalists will change to the prone position within 7 minutes. الآن ننتقل إلى الجولة الثالثة لهذه الوضعية بنفس الزمن ونفس عدد الطابات، وبعدها راح يصير عندنا تشينج أوفر، بس ننبه الحفاظ على الوضعية لأن تسمع الأمر في تعديل الوضعية والسايدنج. For the next competition series, load. تسمع الثالثة. Start. خمس طلقات. زمن 3 دقائق 20 ثانية. يتم طلق 3 دقائق تبديل. كما لاحظتم الساعة عبر الشاشة نتائج الصدارة طبعا خالد عبد السلام، يليه تركي الشمري وعلي المطيري، بس تعتبر يعني نتائج أولية يعني ما يكون في فرق بينهم. الفرق بين خالد عبد السلام وتركي 9 بوينت. نشرح لكم طريقة الفاينل كبداية، تصفير مدة 5 دقائق، بعدين يتم أخذ وضعية المركز، يتم خلال رماية 15 طلقة مقسمة على الجميع، كل مجموعة 5 طلقات، انتهاء يتم تحويل إلى الرقود، يعطون الزمن 7 دقائق للتحويل من وضعية لوضعية. يتم رماية 15 طلقة بزمن 2 دقيقتين و30 ثانية. هذا وضعية الركوب. الوقوف طبعا 10 طلقات مقسمة لمجموعتين، زمن 4 دقائق و10 ثواني. انتهت المجموعة 15 طلقة وضعية المرتكز. تم توضيع طبعا النتائج الأولية للرماد، خالد عبد السلام، علي المطيري، تركي الشمري. كما تلاحظون ترى يعني الفارق بسيط، وهذه تعتبر نتائج أولية. الكندر سي ار او أعطاهم أمر تبديل الوضعية، زمن 7 دقائق، نأخذ الوضعية والتصفير محسوبة من 7 دقائق.
طبعا من خلال 7 دقائق يقوم الرامي تبديل القطع. الموجهات. معدات الرامي قريبة منه. الجوري قاعد يتأكد من وضعية السيفتي. كما تلاحظون بالشاشة الأحمر هذا اللي بالسبطانة هذا السيفتي. يمنع منع باتن إزالته إلا لما تكون السلاح موجه داخل ميدان الرمي. يشرف نزال من احد رماة النادي. وضعية الرقود. المجموعة الأولى 5 طلقات. زمنها 2:30. تكون 15 طلقة مقسمة على 3 مجاميع. كل مجموعة 5 طلقات. محمد فرحان أحد رماة وزارة الداخلية. الوقود يقدر الرامي من خلالها تعويض النتيجة مالته في المرتكز في حال يعني نزول بالسكورات. مجموع الطلقات طبعا بالمرتكز والرافض والوقوف 45 طلقة مقسمة على المجاميع وزمن بطولة كأس سمو ولي عهد الشيخ مشعل أحمد جابر الصباح حفظ الله ورعاه الثانوية الكبرى الرابعة للرماية. يتم نقل من خلالها مسابقة بندقية 3 أوضاع 50 متر رجال. وضعية الرقود.
طبعا هي تعتبر رماية لا تحتاج إلى تركيز. عند الهدف عن الرامي 50 متر. لاست كول 30 ثانية. شرعوا على الكاميري يشرح لهم الوقت والزمن في المجموعة الأولى تكون 5 طلقات، الزمن 2:30. هذه الطلقات محتسبة. عبد الله الحربي احد رمات وزارة الدفاع. المجموعة الثانية من وضعية الراغد. المجموعة
حسن وضيعة الرافد. زمنها 2:30 تكون 5 طلقات. تركي الشامري احد رمواة وزارة الدفاع. يتم نقل نهائيات بطولة كأس سمو ولي عهد الشيخ مشعل أحمد الجابر الصباح حفظه الله ورعاه السنوية الكبرى الرابعة للرماية. يتم نقل لكم نهائيات مسابقة البندقية 3 أوضاع 50 متر وضعية الرقود. انتهى الزمن. خالد عبد السلام الصدارة. خالد عبد السلام بالصدارة. كما فاد سيارو على الكندري. كما افاد علي الكندري ان المجموعه الاخيره من وضعيه الراقد ان لم يتم تبديل اي رام الى وضعيه الا بامر من السي ار او. حسب النتائج طبعا خالد عبد السلام بالصدارة ولي علي فرحان الفرق بوينتين وليهم تركي الشمري. كما تشاهدون حضور السيد عبيد العسيمي أمين السر العام.
دقيقتين و30 ثانية، مجموع طلقات 5 طلقات. بعد وضعية الرقود يتم انتهى الزمن. ما شاء الله عليك خالد عبد السلام بالصدارة. كما تلاحظون ان النتائج اوليه. الحين تغيير وضعيه الوقوف. تغيير وضعيه الوقوف، الزمن 9 دقائق مع التصفير. حسب ما افاد الاناونسر ان بالمركز الاول بالصداره خالد عبد السلام، بعدين ماجد حايف وعلي المطيري. كما تلاحظون الجوري لازم يكون بالميدان، تأكد ان الأسلحة موضوع لها السيفتي فلاج. ان هذا يعتبر سلاح ناري. الحين وضعية الوقوف ستاندينج تكون من 10 طلقات مقسمة لمجموعتين، كل مجموعة 4 دقائق و10 ثواني. من بعدها يتم خروج اللاعب 7 و8 وتبدأ التصفيات. كما تلاحظون حضور السيدة عبيد العسيمي أمين السر العام مع كبار الضيوف. كان الهيئات الحكومية، وزارة الداخلية، الدفاع والحرس. مشاهدة نهايات مسابقة بندقية 3 أضلاع 50 متر رجال. طبعا الزمن 9 دقائق يتم من خلالها الرامي تغيير وضعية. وتبديل القطع. سعود الاسبيعي احد رماة النادي. ماجد حايف من رماة النادي. يتم التعديل على البندقية قبل البدء من رماية الوقوف.
واجد الحكام في الميدان. حفاظا على السلامة. وضعية الوقوف زمنها 9 دقائق مع تصفير. حرمان مفتوحة تصويرية. حتى يتم CRO الكندري بوقوف رماية تصويرية وبدء رماية محتسبة. هذه النتائج كما قلنا لكم ان خالد عبد السلام بالصدارة، ماجد الظفيري مركز الثاني، وعلي المطير مركز الثالث. يعني الفرق بين خالد عبد السلام وماجد الظفيري 2.6، وعلي المطيري مع ماجد الظفيري 0.5. يعني تعتبر ارقام يعني قريبة من بعض، والنتائج أولية لا تعتبر نهائية. بندر المطير مع أحد رماة النادي. تركي الشمري أحد رماة وزارة الدفاع. كما تلاحظون يتم تعديل على الموجهات. هذه النتائج. نظرية الوقوف كما أخذناكم أن 10 طلقات مقسمة إلى مجموعتين، المجموعة الأولى 5 والثانية 5، الزمن 4 دقائق و10 ثواني. هذه النتائج الأولية. كما تلاحظون خالد عبد السلام وماجد الظفيري انتهى الوقت الإعداد. تسع دقائق انتهت.
خمس طلقات، الزمن 4 دقائق و10 ثواني. تعتبر الحين محتسبة. عبد الله الحربي احد رماة وزارة الدفاع. حصل على عديد من الميداليات العربية والخليجية. تعتبر هي أصعب وضعية، وضعية الوقوف، لأنها تحتاج إلى بنية جسدية ولياقة قوية. بندر المطيري أحد أمات النادي. تركيز تركيز. طبعا تعتبر اخر وضعيه وضعيه الوقوف، ومن بعدها يتم خروج السابع والثامن. انتهى الزمن 4 دقائق و10 ثواني. المجموعة الأولى كما فاد سيارو. المجموعة الثانية 5 طلقات ويتم تحديد المركز 7 و8 للخروج.
هذه نهايات مسابقة 50 متر بندقية 3 أوضاع رجال. وضعية الوقوف تعتبر هذه المجموعة الأخيرة من وضعية الوقوف. يتم التصفيات بين الرمات. طبعا مجموعة طلقات 45 طلقة. الحين وصلنا مجموعة طلقات 40 طلقة. هذا سيتي فلاج بعد انتهاء من اي رماية لازم يحط السيفتي. خالد عبد السلام احد رماة الحرس الوطني. مشرف نزال احد رماة النادي. خروج مشرف نزال. بس نشوف النتائج الأولية مو واضحة عندنا. كما لاحظنا خروج مشرف نزال و مشرف نزال وبندر المطيري في المركز السابع والثامن. الحين رماية فردية طلقة طلقة. كل طلقة زمن لها 50 ثانية. يتم خروج تحديد المركز السادس من خلال هذه الطلقة. كما لاحظنا ماجد حايف. خروج ماجد
الطفيري او ماجد الطفيري. المركز السادس المركز الخامس نلاحظ الرابعة وتتم تحديد المركز الرابع المركز الرابع تحديد المركز الثالث ميدالية برونزية المركز الثالث
الشمل حصل على المركز الثاني، وخالد عبد السلام المركز الثالث. تمت بعد التهاني بين الرومات. ها قد وصلنا لنهاية مسابقة 50 متر بندقية 3 أضلاع رجاء من بطولة كأس سمو العهد في مجمع ميادين الشيخ صباح الأحمد لأولمب للرماية. نتمنى أن نكون قد عرضنا لكم كافة المعلومات بالصورة الوافية والشاملة، ونشكر لكم حسن مشاهدتكم الكاملة لفقرتنا، ونتمنى لكم دوام الصحة والعافية، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مشاهدينا الكرام، سعد الله اوقاتكم، عدنا اليكم من جديد عبر قناه سبورت الرياضيه، ومن هذه المشاركه ببطوله سمو سيدي ولي العهد الشيخ مشعل الاحمد الجابر الصباح، نسال الله له الصحه والعافيه ويديم لنا عز وفخر حقيقه بدعم سموه اللامحدود لمثل هذه المشاركات. ريم الابراهيم، نعم، بهالمناسبة الحلوة الجميلة لدعم سموه اللامحدود حقيقة لمثل هذه الرياضة. ودائما احنا نشوف مثل ما ذكرت يعني رعاية سموه لمثل هذه الألعاب الرياضية المهمة، ولما نتكلم عن الرياضة الكويتية والرماية الكويتية بالأخص فعلا تستحق هي الرعاية والعناية، وتستحق أكيد هذا الاهتمام الجميل من قيادات الدولة. يمكن شفنا قبل شوي جولات كثيرة وعديدة يمكن نقلناها على الهواء مباشرة للمشاهدين، وأبطالنا ما شاء الله دائما متقدمين، والمنافسة جدا جدا قوية سواء في الميدان أو داخل الصالة، فهذا يعني أكيد إصرار وتحدي من قبل لاعبين الرماية على إثبات وجودهم أكثر وأكثر. نعم بالفعل، هذه المشاركة وكذلك أيضا من هذه المسابقة لجميع أخواني، وكذلك مشاهدينا وصلنا وياكم لختام
هذه الحلقة، وأيضا مستمرين معاكم إن شاء الله ليوم قدل تعالى للفترة الصباحية ومن ثم الختام في الفترة المسائية مع طاقم العمل. نشكر جهودكم الطيبة، وكذلك أشكر زميلتي ريم الإبراهيم، وأشكر جميع حقيقة من شارك اليوم في مثل هذه الليالي. بالفعل نستودعكم الله، إلى اللقاء.